وهي بالتأكيد زيارة كأس العالم بنسخته الأصلية لمصر. الزيارة دي أبعاد كتير، والكأس نفسه ليه أهمية من وجهتين، وجهة معنوية ووجهة مادية. طبعا وجهة معنوية لأنه بيمثل أهم بطولة كروية في العالم، وهي بطولة كأس العالم، ووجوده في مصر هو تأكيد على مكانة مصر الرياضية على مستوى العالم. الجانب المادي بالتأكيد هو قيمة هذا الكأس 6 كيلو جرام من الذهب الخالص. كان في استقبال الكأس امبارح في مطار القاهرة وزير الرياضة ووزير الشباب ومجموعة من الإعلاميين والفنانين للترويج لهذه المناسبة المهمة، واللي بيجب استغلالها أكيد للترويج للنشاط السياحي، وللتأكيد على دور مصر ومكانتها الأمنية وعودة الأمان مرة أخرى لمصر. بالتأكيد يا محمد هنناقش خلال حوارنا القادم أهمية هذا الحدث بالنسبة لمصر وكيفية استغلاله، لكن بعد متابعة هذا التقرير. في مؤشر على ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لحالة الاستقرار والأمان اللذين انتشرهما مصر، وصلت إلى القاهرة الخميس النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة القدم قادمة على متن طائرة خاصة من العاصمة الأردنية عمان في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام. وحمل مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الكأس والذي كان موضوعا داخل صندوق فولاذي قبل إخراجه وعرضه للمستقبلين، حيث بدأ الاحتفال على مسرح صغير تمت إقامته داخل مطار القاهرة. الاحتفال شارك فيه عدد من الوزراء والشخصيات الهامة من الرياضيين والفنانين والإعلاميين وسط حضور إعلامي مكثف. وعبدا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حكومة مصر وشعبها عن شعورنا حقيقة بالفخر والشرف لاختيار مصر كواحدة من المحطات التي تستضيف جولة الكأس حول العالم. استضافة مصر للنسخة الأصلية لكأس العالم تؤكد على استعداد القاهرة الدائم لاستقبال أكبر الأحداث الرياضية، وأن هذه الاستضافة تعد بمثابة رسالة داعمة للسياحة المصرية التي تنشط بقوة بفضل جهود وزير السياحة هشام زعزوع. بدوره قال وزير الاستثمار المهندس أسامة صالح الذي ترعى وزارته الحدث، قال إن زيارة النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم لها أهمية كبيرة وتبرهن على الأمن والأمان واستقرار الأوضاع في مصر. أما الفنان عزت أبو عوف أحد المشاركين في هذا الحدث الهام فقد أكد على أن زيارة كأس العالم لمصر للمرة الثانية لها أبعاد مهمة في ظل إصرار الفيفا على أن تكون مصر إحدى المحطات بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وعلى نفس المنوال أكد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أن زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم تؤكد للعالم أن مصر في سبيلها لتحقيق استقرارها الأمنية والاقتصادية، وأنها في طريقها لاستعادة مكانتها كالوجهة الاقتصادية والسياحية الأهم في منطقة الشرق الأوسط. وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي تزور فيها كأس العالم الأراضي المصرية في إطار جولة تسويقية تشمل 89 دولة في العالم قبل بدء انطلاق كأس العالم بالبرازيل العام المقبل. يذكر أن الزيارة الأولى لكأس العالم لمصر كانت عام 2010 قبل انطلاق المونديال الماضي بجنوب إفريقيا. وللحديث حول هذا الموضوع معنا في استوديو هذا الصباح الناقد الرياضي الاستاذ علاء حيدر. استاذ علاء صباح الخير. اهلا صباح الخير. الجميع بيتكلم عن اهميه وصول كاس العالم لمصر، لكن لو بدانا بالناحيه الرياضيه حضرتك شايف ايه اهميه هذا الحدث خاصه انه في اطار حمله ترويجيه لكاس العالم بتشمل 89 دوله بالاضافه لمصر؟ طبعا هو ليه اهميه كبيره جدا هذا الحدث، هو بيبعث رساله الى اتحاد الكره المصري على الاقل اول واحد، بيقول الاتحاد الدولي بيثق في مصر، فعلى اتحاد الكره المصري ان يبدا الدوري المصري ويعيد الحياه الى الكره المصريه. واحنا شفنا لاول مره مصر هزمت من غانا، انا اعتقد ليس السبب ان ضعف الكره المصريه، ولكن ان لاعبين مصر يلعبون كره بقالهم النهارده اكتر من 2 أو 3 سنين، يمكن نادي الاهلي ونادي الزمالك على فترات متباعده، لكن كره القدم كلما تلعب كره القدم كلما يرتفع مستوى اللاعب، ولذلك كانت النتيجه للاسف الشديد بتاعت غانا نتيجه غير متوقعه حتى. ولذلك انا بقول لو كان في كره قدم وفي دوري مصري وفي انتظام في كره القدم ما كانتش غانا على الاطلاق تقدر تكسبنا بايه على الاطلاق حتى في القاهره. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا كنا ممكن اعتقد كان ممكن نصل، لان المصري لما بتشحنيه برضه بيستطيع ان يعوض الفوارق المهريه او الفوارق الكبيره بيننا برضه، لان غانا دوله كبيره جدا في كره القدم اصبحت، والجميع بيلعب في انديه كبرى في اوروبا وفي برشلونه وفي ريال وفي خلافه. وطبعا غانا تعتبر من اقوى دول العالم، هي كانت هتوصل للدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم
الاخيره لولا جان ده ضيع الكوره وكان ضربه جزاء يعني. فانا بقول انه اعتقد رجوع وجود كاس العالم في مصر هي ثقه من الاتحاد الدولي والقائم على لعبه كره القدم بان مصر قادره على تامين هذا الكاس، لان هذا الكاس ليس فقط قيمته في الذهب الذي يحمله ولكن قيمته في وصول الى مصر، لان مصر تستطيع ان تؤمن وفد الاتحاد الدولي تستطيع ان تؤمن الكاس هيقعد 3 ايام في مصر وهيقام مهرجان كبير تحت سفح الهرم. فكل ده يؤكد ان مصر دوله في سبيلها الى الاستقرار الحمد لله وهي ماشيه بطريقه جيده جدا. وانا اعتقد انه كمان هذا الكاس بيؤكد ان مصر اصبحت ان المؤسسات المصريه الوطنيه القوميه تمكنت من فرض سيطرتها على كامل ترابها الوطني نمره 1. الاهم من كده انتفاء حظر التجول النهارده بيدي برضو رسالة جديدة ان الشعب المصري خضع اولا لحظر التجول. كانت الشوارع القاهرة فاضية تقريبا في حظر التجول، لم نرى اي تجاوزات، ثم ان شاء الله هيخضع النهاردة عندما يتم رفع حظر التجول. فالشعب المصري بيؤكد ان انا عندما كان في حظر التجول خضعت وخضعت للقوانين وخضعت لسلطة مصر وسلطة الدولة المصرية، والان ساخضع لسلطة الدولة المصرية ان شاء الله. تمام. دولة كاس العالم بتشمل 89 دولة طبعا بتستمر عدة شهور لكن هيبقى في مصر 3 ايام. على اي اساس الفيفا بيختار الدول اللي بيمر بيها كاس العالم؟ واختيار مصر هل هو فقط تأكيد على عودة الامن والامان مرة اخرى لمصر، ولا هو اعتراف من الفيفا باهمية مصر في المجال الرياضي وقيمة مصر الرياضية؟ مليون المية مصر في المجال الرياضي مهمة جدا. مصر بطلة افريقيا 3 مرات، مصر كانت اعتقد على شفا الوصول الى كاس العالم. اعتقد يمكن برابلي في حاجة هو يمكن معرفهاش في نفسية المصري، ان المصري يستطيع عندما تشحن بطارياته الوطنية ان يعوض اي فارق في اذا كان موجود، حتى لو ما كانش في دوري مصري وما كانش في لياقة بدنية. وشفنا الاهلي في الماتش الاخير مع اورلاندو، انا ما كنتش اتخيل النادي الاهلي ممكن يسيطر على المباراة هذه السيطرة. يمكن لو شبه استحالة مهمة المنتخب، ولكن ما نقدرش نقدر نقول لسه ممكن يبقى في امل برضه. يعني هو في امل، ما قلتش لا ما فيش امل، يعني احتمال كبير رب يعني احتمال كبير روح الدوري في الاول، احتمال كبير يطرد لاعب من غانا لو اطرد لاعب، انا ما بقولش ان الحكم هيطرده، لكن كره القدم فيها كل شيء جايز. لو انت حطيت جولين في الاول او جول وطرد لاعب من غانا قد يكون هناك امل كبير ان شاء الله. يعني ما فيش حاجه يعني كره القدم ممكن اي فريق، بس طبعا هي نتيجه كبيره شويه. اعتقد هو لو كان بردي برضه شحن البطاريه شويه، احنا دايما كان انا اتذكر الجوهري وحسن شحاته كانوا دايما بيشغلوا الاغاني الوطنيه لعبت الكرة قبل مباراة البطولة. برضه هو مدرسي شخصية المصري، ان المصري يستطيع ان يفعل المستحيل، بس برضه انت لازم ايه تشحذ همم ولازم تشحن له الوطنية اللي موجودة عنده. يعني نرجع لدولة كأس العالم، على اساس بيتم اختيار الدول اللي بيمر بيها كأس العالم؟ طبعا نمرة 1 تأمين الكأس، لان الكأس ده بيعتبر يعني قيمة في حد ذاته. لو هذا الكأس سرق من دولة تفتقر الى الامن تبقى كارثة الكوارث، خاصة وان هذا الكأس يمكن حاجة الشركة الراعية انا عرفت منها ان هو بينام او بيقعد بالليل ما يقعدش غير في اوضه لوحده، واحتراما لهذا الكاس يعني هو موجود دلوقتي في احد الاماكن فمؤمن، ويشترط الاتحاد الدولي لكره القدم ان يبات الكاس في غرفه لوحده عشان ما حدش يقلع راحته بالليل. وده في حد ذاته بيعكس اهميه الكاس ده لدى الاتحاد الدولي ولدى العالم كله. والكاس ده المفروض يمسكه ثلاث اشخاص فقط في النهايه، اللي هي رئيس الجمهوريه بيسلم الكاس، الكابتن الفريق الفائز بالكاس، ورئيس الاتحاد الدولي لو كان متواجد يعني. فالكاس طبعا ووصوله مع انتهاء حظر التجول دي يعني اشاره جميله جدا ان السياحه المصريه ان شاء الله ممكن تعود بعد كده. كره القدم اللي بيعيش بينها 5 ملايين مصري دي في غايه الاهميه، ان 5 ملايين مصري يعني طاقه كبيره جدا معطله الان. السياحه بيعيش منها 50 مليون مصري بالشكل مباشر وغير مباشر. فبرضه هل عمليه تامين الكاس في الدول المختلفه اللي بيعدي بيها بتبقى هي مهمه الاجهزه الامنيه في الدوله فقط، ولا الفيفا ممكن تساند امنيا في عمليه؟ لا، هو الفيفا بيبعت معاها لازم بودي جارد، هو في بودي جارد دايما معاهم، بس البودي جارد لو 5 أو 6 أو 3 أو 4 لا يستطيع ان يفعل قدام اي عمليه ارهابيه. لابد ان يتاكد الفيفا قبل ان يرسل هذا الكاس ان هناك دوله بتسيطر بتفرض سيطرتها الكامله على ارضها وعلى ترابها الوطني، انها قادره على تامين سلامه هذا الكاس. فلذلك تم اختيار مصر. يعني هناك دول كثيره جدا انت حتى لا تستطيع ان ترسل لها الكاس، ودول للاسف شديد بقت عربيه النهارده مستهدفه من التقسيم والتفتيت، ما
تقدرش حتى تفرض فيها حظر التداول. يعني لو جيت مثلا مش عايز اقول سوريا ولا اقول العراق او الدول كلها التي اللي في السودان بالتقسيم، لو جت النهارده السلطه في هذه الدول تحاول ان تفرض حظر التجوال في هذه الدول لن يسمع احد ولا تستطيع ان تفرضه. لكن الدوله المصريه استطاعت ان تفرض حظر التجوال، خضع الشعب المصري، الشعب المصري يدرك جيدا ان هذه السلطه تستهدف امنه وخيره. وفي نهايه الشعب نفسه كان بيريد الامن والاستقرار، الامن والاستقرار، وهذا الذي يريده. عشان كده يعني انا اعتقد ان الدوله عندما تفرض سلطتها، الدوله تفرض، هي بتستقي قوتها من الشعب. عندما تكون الدوله قادره على فرض سلطتها فهي بتستند الى شعب. طيب استاذ علاء، بالتاكيد مصر مش الدوله الوحيده فعلا بيمر بيها الكيس، لكن ازاي مصر تستغل الحدث ده في اطار كل يعني عامل حاجه اتكلمت عنها، ازاي تستغله سياحيا ما يبقاش مجرد ان هي زيها زي اي دوله عدى فيها كاس؟ طبعا مصر بتتعرض النهارده لمؤامره كبيره جدا تستهدف اولا اسقاط الاقتصاد المصري او عدم قيام الاقتصاد المصري في هذا التوقيت. هناك حمله بيقوم بها جهات داخليه قليله للاسف الشديد هي، لكن الجهات الخارجيه كثيره. وللاسف الشديد لقينا الطيارات ممكن تكون طيارات جنائيه مع طيارات صهيونيه. كل هؤلاء الناس من مصلحتهم النهارده ان مصر تسقط، لان مصر لو سقطت هيسقط العالم العربي، واغلبيه العالم العربي سقط، لازم نعترف بذلك. فالنهارده العراق بقى ثلاث دول، ده تقريبا يعني ليبيا في طريقها الى ان تصبح ثلاث دول، السودان اصبح دولتين وفي طريقه الى ان يصبح اربع دول، الصومال سقط نهائيا. فعايزين نقول العالم العربي للاسف الشديد في طريقه الى التقسيم، ومصر هي الدوله الوحيده التي تقف على قدميها، بتستند على مؤسسات قوميه وطنيه مثل الجيش والشرطه والقضاء والاعلام والصحافه.